رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، والفقرة الثانية من برنامج A to Z، الفقرة اللي أنا بستناها علشان خاطر نفصل شوية بعد، مش كله ضرب 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 يعني، لازم يكون في حاجة كده خفيفة ونستمتع بيها، فقرة المواهب. وهيكون معانا موهبة جميلة، موهبة غناء اسمها إيمان عماد. إزيك يا إيمان، عاملة ازاي إيه؟ حضرتك؟ الحمد لله أنت عندك 25 سنة يا إيمان صح؟ تمام. بتغني بقالك قد إيه؟ يعني من وانا صغيرة بس تمام، هواية كده. يبقى عرفينا الأول بنفسك، مين هي إيمان، وابتدينا أول أغنية ومين اكتشفنا وقتها. انا ايمان زي ما حضرتك قلتي 25 سنة. يعني كنت صغيرة كنت بغني بقى ما بين صحابي المدرسة ونوادي بقى كده. ماما هي يعني اللي اكتشفت الموضوع ده، وبابايا اصلا صوته حلو، فكنت بقى من يعني وانا احنا واخدينها كده بالوراثة. فكنت قاعده اغني معاه، وكان بيشجعني في حاجه زي دي برضه. طيب، دعمتي الموهبة دي بأي دراسة بالنسبة للموسيقى؟ يعني ما فكرتيش تروحي معهد موسيقى أو معهد غناء؟ ما يعني دعمتيها ولا بس هي مجرد لا يعني هي هواية؟ هوايه بس، ما لكن عملتش اي حاجه تانية خالص. ما فكرتيش أصلا تدخلي تثقلي هذه الهواية لا بالدراسة. لا طيب، غنيتي في حفلات قبل كده؟ يعني قولي لي، يعني خلاص بقى احنا اكتشفنا ان ايمان صوتها حلو، وماما ابتدت تشجع وبابا ابتدى يشجع، فقولي لي لحد دلوقتي في مثلا حفلات لاصحابك، في ناس بتقول لك تعالي احنا عايزين نسمع صوتك، صوتك حلو؟ هو كان فيه، بس انا كنت يعني كنتش واثقه قوي ان انا ممكن يبقى صوتي كويس او كده، فدلوقتي بقيت تمام. بس كنت بغني بقى في الفن ميدان وحاجات دي. تمام، كويس قوي. تمام هتسمعينا ايه الاول يعني عشان ما نتاخرش على المشاهدين؟ تمام ممكن اغني اغنيه اهو ده اللي صار. اتفضلي. اهو ده اللي صار، وقت اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا. اهو ده اللي صار، وقت اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخرب بلادنا ماهوش بإيدنا؟ تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخرب بلادنا ماهوش بإيدنا؟ قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها لوم عليا. واضح ان انتي بتحبي النوع الطربي من الاغاني. بتغني قديم وجديد ولا قديم بس؟ لا بغني الاثنين بس القديم اكتر، يعني بحس صوتي فيه. تمام، طيب هتغني لنا ايه برضو من الجديد؟ ممكن اغني، هي مش جديده قوي بس انا بحبها، يعني ممكن اغني اغنيه لانغام تمام، بس هي حزينه شويه. مش مشكله. اتفضلي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، قد عمري قلتها لك وانت جنبي ببس مشتاق. ما انت عارف انت سامع اني الليل والشوارع كل حبة بتقول لك حرام حرام. انحرم حضن الخطاوي وفينا نام، والطريق مايل بحمله من العتاب، والنسيب حس فراقك سحره غاب. كل حاجة رفضها بعدك، رفضها مش هتفضل هي بعدك، مش هتفضل هي بعدك. صعب أصدق لو ضروري تفوتني، خد مني الحنين واختصر بعد السنة خليه يومين. لو ضروري قبل ما تسافر بعمري اسجن
حتى لو طال بعدنا، حتى لو طال بعدنا انت هنا. الله الله عليك، يعني عايزة أقوم أسقف لك وأشجعك زي ما بتكوني على مسرح بتغني للناس. طيب أكتر حد أغانيه أثرت مع إيمان علشان خاطر تبدع وتطلع إمكانيات صوتها من المغنيين طبعا؟ بس هو أكيد قديم يعني، أنا واضح أنت واضح التوجه بتاعك قديم. وردة وأم كلثوم جدا يعني بحبهم. هايل هايل، وأعتقد أن أي حد بيحب الغنى وعايز يطور ومن صوته لازم يرجع لأم كلثوم وأصالة بقى وأنغام وشيرين، كل حد عنده شجن وطرب. مفيش حاجة فرحة كده يا إيمان؟ طيب يعني هو كله كله حزن يعني، مفيش حاجة فرحة؟ لا، في ممكن أغني مغرم طبعا تصدقني. يا دلو يا دلال يا ليل يا عين، ليلي ليلي يا ليلي يا ليل يا عين، مغرم مغرم أنا بيك على طول، وأنا صابر وصبري في هوايا دليل، ليل ورا ليل ولا حبيته وانت اللي ناديته من بين الناس، وانا قلت خلاص انت بتهواني، وفي يوم تنساني وانا دقت معاك طعم الاحساس. الصبر جميل قالوا في المواويل. الله عليكي. طيب انا الحقيقه يعني كنت اتمنى تكوني معايا الحلقه كامله علشان نستمتع اكتر بصوتك ووشك الجميل، يعني صوت حلو ووش حسن زي ما بيقولوا. يعني عايزاكي تختمي معايا الحلقه، يعني اختم حلقتي باغنيه منك، فنختم بايه؟ انا طبعا مبسوطه ان انا حضرتك. احنا اللي مبسوطين اكتر يا امين. خليكي. وانا عرفت قبل الهوا ان عيد ميلاد بنت حضرتك. ايوه. فكل سنه وهي طيبه. وانتي طيبه وبالف خير. فده يعني ممكن اغني لها حاجه. تمام، حلو قوي. خليني الاول بس يعني اختم مع اعزائنا المشاهدين، احنا كده خلصت حلقتنا النهارده، وهسيبكم مع الصوت الجميل والموهبه الرائعه ايمان عماد وهي بتغني. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. نستخبى في حضن بعض حبة، وما نغمض عينينا نلاقيك بقيتي شابة. تعالي نستخبى.